ده يا جماعة لازم تكون نايم كويس قوي قوي، ما تسهرش، لانك لما بتكون مطبق بتبان بالحالة اللي انت شايفها دي، بتبقى قايم مش شايف قدامك، حتى لو انت اسفل انا بصه انا مش شايف حد قدامي، واي راجل يجي يقابلني فيس تو فيس ده بقى واحد ده لا يعني اكل الكلب. فالكلب طبعا يسكت، لا طبعا ده اكلي وانا الكلب اللي هنا، فيجري بقى ورا السيارة، يجري 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 لحد ما يجيبه. بعد كده طبعا الراجل السواق خاف لا يعض ولا حاجة، عمل ايه بقى؟ نزع اهم جزء في السيارة اللي هي ايه؟ الرفارف. طب اعمل الكاوتش حاجة عشان ما يمشيش خالص. يلا ده بقى ايه، كلب يا عيني مستني ايه، مستني البيت، مشغلينه سواق، ده الشوفير بتاعها بقى، بيجي بعد ما بتخلص المدرسه بيوديها البيت بتاعها. يا سلام يا حنين، ده يا جماعه الكلب الحنين، احنا عايزين كلب في كل بيت، يكون كلب يوصلني الشغل ويرجعني الشغل تاني، احنا لازم نجيب العربيه المتنقله دي، خلاص مفيش ولا بنزين ولا زيت بعد كده. ده بقى لما المظاهر تخدعك، المظاهر خداعه دايما على فكره، خلي بالك. شوف الراجل ده بقى ايه بيعمل بقى ايه، مكياج، ويا سلام يعني خلاص بقى عايز يعمل في الاخر شكل انمي خطير جدا جدا جدا. وقولوا لي في التعليقات الانمي ده اسمه ايه اللي هو عمله في الاخر ورسمه على على وشه. شوفوا بقى في الاخر النتيجه بجد هتبهرك. واو يا ابني، ده انا خفت يا ابني، ايه ده ايه ده ايه ده، حرام ارحمونا بقى. ده بقى العنكبوت الايه المستخبي، ده اسمه كده العمود، العنكبوت المستخبي، بيستخبى كده في الرمل، هوب اول ما الحشره بتعدي من فوقيه بيمسكها. طيب ما هو مسكها وكبيره واكبر منه، بس بيعمل ايه بقى؟ بيفقعها بالسم بتاعه. بعدها ايه بقى؟ طبعا بتتخدر وبالهناء والشفاء على العنكبوت، ونقول له وجبه هنيه تكفي 100. مين فينا كمسلم مش حابب يزور بيت الله الحرام؟ امين يا رب العالمين، ربنا يكتبها لنا جميعا، واكتبوا في التعليقات امين امين امين. سلام.